السلام عليكم جميعا. اليوم رح نغطي محاضرة إن شاء الله بعنوان Risk Immobilization Plan. طبعا أنا حاليا بشابتر 7 زي ما أنتم شايفين بصفحة 118 بكتابكم. هاي الجبيرة يا جماعة غطيناها إحنا الأسبوع اللي فات في اللاب بشكل عملي، لكن الآن رح نغطيها بشكل نظري. طبعا اهم شيء بهاي الجبيره ان نعمل الالاينمنت اوف ذا ريست جوينت بالوضع الطبيعي، اقرب ما يمكن للوضع الطبيعي. ليش يا جماعه؟ لانه الريست بشكل عام هو مفصل جوهري وهو مهم لصحه وتوازن اليد كلها بشكل كامل. تمام، هلا تخيل حالنا احنا دائما الريست قاعدين وحاطينها بشكل سلايتلي اكستندد. تمام، فهذا الريست لما يكون ب سلايت اكستنشن، خليني اشوف اذا بقدر احط هايلايت هون. يس اوكي، فالريست يا جماعه لما انا اكون بالوضع الطبيعي بكون حاطيتها بليتل بيت اوف اكستنشن، وهذا هو الاكستنشن هو اللي بيخليك تعمل فعليا فانكشنال اكتيفيتيز. يعني تخيل حالك وانت بتكتب وانت ماسك الماوس تاعت الكيبورد وانت بتفتح صفحه الكتاب مثلا او بترد على التليفون. There are some degrees of rest extension. So the rest usually في معظم الاحيان is positioned in this kind of extension. تمام، هلا متى مين في حياته عمره عمل شيء هو عمل rest flexion؟ كثير صعب. اوكي، فبالتالي الاكستنشن كثير مهم لهاي الجوينت. نيجي الان للريست كوكا بسبلنت، واللي هي حاطين لكم صور تقريبا اربع خمس صور بكتابكم صفحه 119. هاي الصور طبعا انتم عارفينها، هاي الجبيره اللي احنا عملناها في اللاب. زي ما انتم شايفين هون حاطه الايد بي او الريست حطيتها بالنيوترال بوزيشن. تمام، واكثر مشكله واكثر مرض بنستخدم له الريست موبلايزيشن سبلنت هو السي تي اس. فالسي تي اس عم نضطر احنا نحط الايد بريست ان نيوترال بوزيشن. تمام، فالريست كوكب سبلنت هي اكثر جبيره ممكن انا اعملها، واكثر جبيره ممكن اعملها هي لمرض اسمه الكاربال تانل سيندروم. تمام، فالها اسم، الاسم الاول هو الريست كوكب. تمام، وهي زي ما حكينا أكتر نوع جبائر ممكن ينعمل في البراكتس، إذا هي أسهل نوع وأكتر نوع شائع. وفي عندي كمان اسم تاني إلها اللي هو الريست إكستنشن إموبيلايزيشن سبلنت، أو مرات كتير الريست إموبيلايزيشن سبلنت إذا هي مش عاملة إكستنشن ممكن أسميها بوظيفتها الريست إموبيلايزيشن سبلنت. هدف هاي الجبيرة يا جماعة إنها تثبت فقط مفصل الرسغ فقط، لازم يكون في عندي full range of motion بالام سي بيز كلهم وبالثمب كمان، حتى الانسان يقوم بوظائفه الطبيعيه باستخدام هدول الاصابع. اذا هي هدفها فقط تثبيت مفصل الرسغ. بالنسبه للديجريز دائما بحطها بنيوترال او حتى مايلد اكستنشن 0 to 30 degrees حسب المرض اللي انا عم بحكي عنه. وباخر المحاضره فعليا رح نحكي عن الامراض والديجريز اللي هي ممكن يستدعي ان نعطيها هالريست موبيلايزيشن سبلنت. طبعا الريست موبيلايزيشن سبلنت فيها كتير فرايتي. اللي اخذتوها باللاب يا جماعه هي الفولر. تمام، اليوم كمان بالجانب العملي اليوم انا رح كمان اسجل لكم لاب عن الدورسال سبلنت واللي هي تعتبر بيس للدايناميك سبلنت. فالشابتر رح اغطيه بعد هذا الشابتر شوي، اعذروني رح اعمل خربشه شوي في ترتيب الشابترات. رح انتقل وانطلع الدورسال كوكب واللي هي بستخدمها في تشابتر الدايناميك سبلنتس. ايضا في عندي الالنر كوكب سبلنت، وفي عندي السيركمفرنشال. خلينا نشوف مثلا نوع معين زي ما انتم شايفين هذا اللي بالكتاب بهذا الشكل هي الدورسال. شوفوا كيف مغطي الدورسال سايد اوف ذا هاند. تمام، وشوفوا الستربس وين جايين from the front. تمام، لكن ABC هو اللي بالصورة اللي فوق هي عبارة عن الفولر سبلنت اللي كلكم تعرفوها. خلينا نشوف مثلا الألنر سبلنت. لاحظوا بفيجر 7-3 كيف شكلها، مغطية الألنر سايد من الأرم، من الفور أرم زي ما انتو شايفين.
هذه متى بحطها الانلرز بلنت؟ فعليا بحطها لما يكون في عندي انلر درفت، بدي اصلح او اعدل الانلر درفت، ممكن احطها لهالمريض. ورابع نوع اللي انا حكيت لكم عنه وقلت لكم انه راح اصور لكم اكيد الباترن كيف بنعمله، اللي هي السيركمفرنشال. وزي ما انتم شايفين هي بتلف على الايد، في عده طرق اني الف فيها الستراب اوكي، او طريقه لبسها. اذا هدول هم الاربع انواع: فولر، دورسال، انلر، ان سيركمفرنشال. طبعا هاي الجبيرة اللي بيميزها انها هي ممكن تكون بيس لموبيلايزيشن سبلنت او لدايناميك سبلنت، وحتى ممكن تكون لستاتيك بروجريسيف سبلنت. اذا هي اللي بيميزها انها ممكن تكون كبيس، كمكان محوري اني احط عليه اكستنشن بارتس وتصير دايناميك سبلنت ليتر اون، زي ما رح تشوفوا باللاب اليوم. طبعا هاي الصورة اللي انتو اكيد فاميليار ويذ وعملتوها، شوفوا كيف هنا متذكرين لما حكيت لكم بالمحاضرة كيف حلو اني اعمل هاي اللفة اللي هي هون، او اعمل رولينج للمادة الماتيريال حتى ابعد هالمادة اللي هي حادة، ممكن تكون جوانبها مش مزبوطة بالقص، ابعدها عن جلد المريض. لاحظوا هون وهون كيف انا عملت فولدينج اوف ذا ماتيريال. تمام، فالفولر ريست موبيلايزيشن سبلنت بدنا نحكي هلا عن كل واحد من انواعها، اللي هي الفولر والدورسال والانلر والسيركمفرنشال، نحكي عن حسنات وسيئات كل وحده فيهم. تمام، خلينا نبلش اول شيء بالفولر ريست موبيلايزيشن سبلنت، الفولر ديزاين. طبعا الفولر هو بيكون معتمد على دورسال ريست ستراب لحتى يمسك الريست بمحلها او بالاكستنشن، سواء باكستنشن او بالنيوترال. متى الفولر ديزاين بيكون ريكومندد؟ بيقول لك when the person has muscle control of the wrist. هو اثبت ديزاين ممكن يمسك الايد في محلها، اللي هو الفولر ديزاين. لما يكون المريض عنده فولر، لما يكون المريض عنده اكتف كنترول اوف هيز ريست، لازم ينحط له فولر، لانه هي اكثر جبيره ثابته من كل هالاربع ديزاينز ممكن تمسك الجوينت في محلها. فبقول لك في دراسة معينة عملوا مقارنة بين الأنواع، وجدوا إنه أفضل نوع للديكستريتي تمام of the custom made wrist splint هي الفولر ديزاين، هو أفضل نوع لحتى يعطيني ديكستريتي أو دقة في الحركات أو دقة في ثبات الجبيرة على إيد المريض. لكن شو سيئاتها يا جماعة؟ سيئاتها إنها it interferes with the palmar tactile sensitivity أو sensibility and the loss of hand function to conform around objects. أكيد لما يكون في عندك جبيرة أنت مغطية palm، أكيد بده يأثر على السنسيشنز اللي هي جاية بهاي المنطقة المهمة من الإيد. غير هيك كمان ممكن لما أنا بدي أمسك شيء معين أكيد بيكون في صعوبة، لأنه في عندي مادة موجودة في palm بكف اليد. طبعا لما يكون في عندك ايدي، ما بقول لك الدورسال ستراب لازم اصممه بشكل اكون حذر فيه. ليش؟ لانه it might interfere with the lymphatic and venous flow، ما اشد كتير الستراب لما يكون في عندي ايدي. And in this situation you can fabricate a continuous velcro strap from the radial to ulnar border of the splint. نيجي الان للدورسال ريست immobilization splint. زي ما انتم شايفين بالصوره، لاحظوا كيف هي مغطية الدورسم of the forearm، واليوم رح نحكي عن تصميمها إن شاء الله. بالنسبة للدورسال بقول لك the larger the palmar bar the better. It tends to distribute pressure well which is necessary for function and comfort. يعني بقول لك لما تكون الجبيرة دورسال، لاحظوا كيف الدورسال ستراب بده يكون أعرض من الفولر بشوي. ليش؟ لحتى يوزع البريشر، ما يكون مركز في نقطة واحدة. لكن سيئة هالستراب العريض انه هو ممكن it compromise the sensory input to the hand. وزي ما حكينا الفولر والدورسال they are both can be used for as a base for dynamic splinting. However these designs tend to migrate and suboptimal splint performance. ليش؟ بقول لك هدول هذا النوع اللي هو الدورسال سهل انه هو الجبيرة تطلع من ايد المريض، نسميها migrate تمام، وسب اوبتيمال سبلنت بيرفورمانس يعني ما بنفضلها، احنا بنفضل الفولر اكثر لانه ممكن تطلع الجبيرة بسهولة من ايد المريض ومش ثابتة تمام، هاي سيئتها. بالنسبة لثالث ديزاين اللي هو الالنر ديزاين، بقول لك اتس ايزي تو دون اون
and off to don and off, يعني سهل إنك تشرحها تلبسها. ممتازة إذا بدك protection على the inner side of the hand، تمام؟ أي حالة فيها inner drift ممكن تكون مناسبة جداً إلها the inner design. ممكن نستخدمها لل CTS، ممكن نستخدمها لل inner wrist pain، تمام؟ وممكن تكون كبيس للموبيلايزيشن سبلنت، كما ايضا الفولر والدورسال ممكن يكون بيس للموبيلايزيشن سبلنت. نيجي الان للسيركمفرنشال ديزاين. زي ما انتم شايفين هو عباره عن يعني مستطيل، وفي الثلث اللي هو هون المربع اللي فوق، تمام، عاملين فيه ثقب زي ما انتم شايفين. هذا الثقب هو اللي بده يفوت منه الثمب، وبعدين بصير أفتح في المادة أعملها زي رولينج حوالين الثمب على أساس كل الثينر هذا يكون طالع، تمام؟ فهاي كمان السيركمفرنشال كتير سهل ديزاينها. هو عبارة عن مستطيل، أنا رح أقيس المسافة من عند الفور آرم 2/3 ومن عند الكريسس هدول الديستال والبروكسيمال، ورح أثقب بالجبيرة أو بالمقص، رح أعمل زي دائرة بالثلث أو بالمربع اللي فوق. هذا الثقب هو اللي رح يفوت منه الثمب. طبعا في قياس اللي هي المسافة من هون لهون، اللي هي رح تكون المسافة من عند البروكسيمال كريز لعند الويب سبيس. يعني هاي تفاصيل بحكي لكم، يعني هي ممكن أعطيكم إياها بشكل سهل باللاب، أوكي؟ إن شاء الله هلا بالجانب العملي لما نروح على اللاب بنغطي لكم إياها. هلا نحكي شو حسناتها وشو سيئاتها. It's helpful in prevention of migration, especially in dynamic splints. يعني هاي أكتر وحدة ثابتة لسه أثبت من الفولر يا جماعة. هاي الإيد بتضلها ملزقة في الجبيرة، يعني صعب إنه الإيد إنه الجبيرة تطلع من الإيد، تمام؟ وبالتالي هي بتكون option number one للدايناميك، لكن هلا كمان شوي ممكن تقرروا غير هيك لما تشوفوا disadvantage. من الادفانتجز كمان it provide good forearm support, it controls edema, it provide good pressure distribution and it avoid edge pressure. لكن سيئتها يا جماعة انه بتعطي شعور بالحبسة هيك، يعني انه واحد بيكون محبوس جواتها، بيكون بده مثلا بده يحك مثلا جلده في مكان معين، صعب الوصول لهذا المكان. فهذا الشعور اللي بعطي المريض انه انا confined في محصور في هاي الجبيرة، هاي هي سيئاتها. كمان ممكن تعمل لي بريشر على الديستال ألنا، وتشيك ذا فينجر اند ثمب هاف فول رينج اوف موشن. دائما لازم اتاكد هل الفينجر والثمب في عندهم فول رينج اوف موشن او لا. في طبعا ديزاين جديد يمكن انتم شفتوه اللي هو سحاب بيكون على جهة اليمين والشمال، وانا عند الفابريكيشن بس عمالي بعمل هوك هالزبر هذا. لاحظوا كيف بس بتركب الزبر هون، المادة بتتشكل على ايد المريض وبتركب عليها زبر بتصير تفتح وتسكر بسهولة. فهذا الزبر اوبشن كثير حلو وعملي صراحة. طبعا بالنسبة للفيتشرز اوف ريست امبوبيلايزيشن سبلنت، لازم نكون في عنا ثلاث اشياء انتبه لها. اول شيء اسمه الفور ارم تراوف. الفور ارم تراوف هذا يا جماعة لازم يغطي 2/3 ولازم يغطي ايش؟ هاف سيركمفرنس اوف ذا هاند. الميتاكاربال بار ماله هذا اللي هو هون، شو لازم يعمل؟ لازم يسمح full range of motion for the MCPs. الهايبوثينر بار هون لازم يمنع حركة الألنر ديفيشن، يعني لازم يعمل لي سبورت، وزي ما حكيت لكم باللاب لازم يغطي لي 2/3 من هون من عند الهايبوثينر muscles. نحكي على الفيتشرز. لازم التراوف يكون 2/3 the length of the forearm، لازم يغطي half circumference of the forearm to distribute pressure evenly. But be aware that sometimes you have to notch over the ulnar styloid to avoid the pressure point. هذا بالذات بالراديال، ورح أفرجيكم إياها باللاب اليوم كيف إني بعمل notch، كيف برفع من عند الستايلويد بروسيس لحتى أمنع وجود نحكي pressure points. Features of the wrist immobilization split. لساتنا مكملين. الهايبوثينر بار لازم يخلي الإيد بالنيوترال بوزيشن ويمنع الإكستريم ألنر ديفيشن. هاي كمان إعادة حكيت لكم إياها already باللاب. Be aware that the hypothenar bar should not. يا ساتر. معي أنتوا يا جماعة؟ سوري بس التليفون وقع. أوكي.
لساتكم معي؟ آلاء، بيان، إشراق، احكولي if you are watching, if everything is okay. خلينا نكمل. لا مش عارفة إذا عم بشوف messages أو لا. طيب اوكي تمام، شكرا يا رنا. اذا be aware that the hypothenar bar should not limit the MCP flexion of the ring and little finger. طبعا انا بدي اطلب منكم يا جماعه اللي عنده اسئله ممكن يبعث لي، اوكي ممكن يبعث لي هون. انا I can see your messages. اوكي if you have a question at any point please ask. تمام. الشرط الثاني بدنا نحكي فيه انه الهايبوثينر بار should not limit the MCP flexion of the ring and little finger. The metacarpal bar support the transverse metacarpal arch. The metacarpal bar اللي هو هذا، خلينا نشوف المتاكاربال بار هذا support اللي هو هون، هذا هو المتاكاربال بار should support the transverse metacarpal arch. يعني بده يعمل دعم لهالميتاكاربال arch عشان يعمل لي MCP flexion. البالمر بار when it's on the palmar side only أكيد بده يكون يدعم البام في محله، عشان هيك قلت لكم هو المكان الوحيد أصلا اللي بعمل له fabrication. تمام، هو المكان اللي بس بعمله، البقية يعني انتو شفتوا بالفور arm مع الجرافيتي نزلت الجبيرة. تمام، لما احط الجبيره لازم احطها بروكسيمال تو ذا ديستال كريس اند ديستال اند النر تو ذا ثينر كريس تو انشور فول ام سي بي فلكشن. كل هاي الامور اعاده. الام سي بار شود الاو كومبليت فلكشن اوف ذا ميدل اندكس اند ثامب فينجر وين ميكينج ذا دورسال ريست امبولايزيشن سبلنت ميك ذا ميتاكاربال ميك ذا ام سي ذا ام سي بروكسيمال تو ذا ام سي بي هيدز. يعني انا بدي انزلها لتحت بروكسيمال، يعني بدي انزل الجبيره بروكسيمال لحتى يكونوا الام سي بي هيدز مالهم سوري انا عم بحكي عن دورسال. لما احط بقول لك الدورسال سبلنت هون بدك تحطها بروكسيمال تو ذا ام سي بي هيد عشان ايش تسمح لي بهاي الحركه. والستراب شود بي بليسد اون ذا ليفل اوف ذا ام سي بار اكزاكتلي ات ذا ريست اند ات ذا اند اوف ذا سبلنت. وكمان هاي حكيناها، ذا لارجر ذا ستراب ذا بيتر ذا فيت. كل ما كبر الستراب كل ما كان الفيت افضل. If you fear the pressure or shear problems, apply padding. Always apply padding إذا أنت خايف من the pressure. الآن رح نحكي يا جماعة شو أهداف الجبيرة لما تكون rest immobilization splint. تمام؟ أهداف أول شيء decrease wrist pain في حالة inflammation, provide support, enhance digital function, prevent wrist deformity, minimize pressure on the median nerve, and minimize tension on the involved structures. الآن رح نحكي مجموعة أمراض. هاي الأمراض يا جماعة كلها بتستدعي إني أعطيها wrist immobilization splint. مثلا التهاب بالأوتار tendinitis, distal radius أو ulnar fracture كسر في الradius أوكي أو بالألنا. wrist sprain، لاحظوا ممكن الـ شو اسمهم الأربطة يصير فيها تمزق من ناحية الريست. ممكن نعطيها للراديال نيرف بالسي. ممكن يكون في جانجليان بمنطقة الكاربال بونز، فهاي الجانجليان ممكن أنا بدي immobilization لحتى إيش يصير فيه هيلينج المكان. ستيبل ريست فراكتشر فقط في ناحية الستيبل، لما يكون ستيبل ريست فراكتشر ممكن أعطيه. ريست أرثروبلاستي اللي هي يا جماعة تبديل مفصل الريست، والسي آر بي أس، وآخر شيء وأشهر شيء أكيد كلكم تعرفوا اللي هو السي تي أس. فالبوزيشن يا جماعة بيعتمد على البروتوكول اللي أنت معتمده، بيعتمد على الفيزيشن اللي عمل العملية مثلا أو اللي هو محول لك الحالة، وكمان بدنا نشوف التريتمنت جولز تاعون هذا المريض. لكن بكل الأحوال دائما لازم أبعد عن الإكستريم فلكشن وإكستنشن. تمام،
because they limit function and might lead to CTS. يعني أكيد أنا بدي أحط الإيد في extreme flexion. This will put pressure, so much pressure on the nerves. كمان كذلك إذا بحط الإيد بextreme extension. تمام؟ Exception when the goal is to increase passive range of motion. بالذات لما مرات يكون في عندي أنا هدف إني أزيد the passive range of motion. Meaning لما يكون في عندي contracture. ممكن مرات أضطر إني أحط الجبيرة في maximum possible position. فقط لما يكون هدفي إني أزيد the passive range of motion لما يكون في عندي contractures. فبالتالي لازم أعمل hand evaluation عشان أقرر the wearing schedule والinstruction والprecaution والexercise protocol اللي بدي أعطيه للمريض. طبعاً خلينا نبلش نحكي عن CTS كونه أكتر إشي شهرة من الحالات اللي ممكن تشوفوها بالعيادة. دائماً CTS لازم أحطها as close as to 0 degrees of extension. ليه؟ لحتى أخفف الضغط اللي هو already موجود على الميديان نيرف. لكن some patients they might benefit from 15 degrees of flexion or extension. في reference بيقول لك إنه في بعض الحالات حطها 10 أو 15 degrees. طبعا شو هال 15 degrees؟ يدوبها بتكون مبينة. أوكي ديروا بالكم يعني ما تروحوا للإكستريم. فدائما مرات كثير مثلا أنت بتوصف لمريضك جبيرة prefabricated تقول له روح على ابن سينا جيب جبيرة للرست. فهدول الجبائر مرات بيكونوا 20 to 30 degrees of extension. فأنت فعليا عم بتضره أكتر ما بتفيده. فبدنا ننتبه هاي prefabricated splint اللي أنا جايبت له إياها من برا إنه فعليا ما تكون 20 to 30 يا إما 0 maximum 15. أوكي فجنرالي CTS دائما أنا بفضل الكستم ميد ديزاين لأنها جاية على المريض. It will provide better support, position and allocation of pressure. وزي ما حكينا the more flexion the more cause CT pressure, carpal tunnel pressure. فin this case we instruct to wear the patient do not flex your fingers beyond 75%. This will increase carpal pressure. في بعض الحالات ممكن I want to tell my patient not to flex fingers more than 75 degrees لحتى ما يزيد الكاربال بريشر. لأنه أنتوا عارفين العضلات والأوتار يا جماعة عاملة زي البولي سيستم. فكل ما شديت من ناحية رح يشد من ناحية تانية فبزيد الكاربال بريشر. كل ما سكرت أصابعي تقريبا أكثر 75% بزيد الكاربال بريشر. كمان بدي I want to consider the option the occupation the patient is doing. تمام. وإذا الأعراض CTS ما تحسنت بدنا نشوف الجبيرة اللي هي بتعمل بلوك للMCP flexion حتى نخفف من الفينجر flexion. ممكن أخلي الMCP included بهاي الجبيرة. فبقول لك يا جماعة CTS أفضل حل هو الconservative therapy. يعني إذا أنا أعطيته جبيرة عملت له exercise modification of lifestyle activities ويضلوا دافي هدول ممكن كفيلات إنهم هم يبعدوا المريض عن السيرجري. لكن if all of these did not work ممكن يكون الحل الوحيد هو السيرجري. ساعتها ممكن بعد السيرجري ممكن أعطيه كمان wrist immobilization splint هدفها إنها تخفف البريشر على الميديان نيرف إنها تعمل تخفف كمان البوسترينجينج of the flexor tendons. بوسترينجينج هي جماعة شغلة بصير في الـ في الـ في التندنز إنه بتصير فيها زي تقوس. التندنز هدول بصير فيهم تقوس. فأنا إذا حطيت الريست بهذا البوزيشن بمنع هذا التقوس أو البول اللي بصير على التندنز. كمان I provide support during stressful activities. ممكن maintain gain from exercise rest extremity during the healing phase. شايفين البوسترينجينج هاي الفينومينا اسمه بوسترينجينج. شو اللي عم بيصير؟ عم بيصير إنه رابتشر في one of the ligaments وصير التندون ماله يطلع من محله. هذا فليكسر تندون. شوفوا كيف صار فيه. يعني البوسترينجينج لاحظوا زي كأنه الفينجر بصير فيه فليكشن نتيجة هالتندون اللي طلع من محله. أوكي؟ فبالتالي بعد العملية يفضل إنه المريض يلبس جبيرة عشان ما يصير عنده البوسترينجينج هذا. فأفضل وقت بعد العملية يلبسها المريض one week after surgery to prevent nerve entrapment and tendon bowstringing. يلبسها لمدة أسبوع بعد العملية كفيلة إنها تشيل تبعد عنه هاي المشاكل.
فبالعادة يا جماعة الريست immobilization splint is recommended only to prevent extreme nighttime wrist posture. يعني ممكن المريض يصحى إيده خضرانة بالليل، ليش؟ بيكون مثلا نايم عليها أو عامل flexion على الريست. ساتر، هاي تاني مرة بوقع وعملكم لفة، خليني بس أثبته منيح. سوري يا جماعة. تمام، ف اللي بيصير فعليا انه المريض وهو نايم بيكون عامل فليكشن بالريست، فبيسبب لي هذا الفليكشن هو اللي بيسبب لي اكثر انه زياده في السيمبتومز. Studies have shown that surgery is better than splinting only, so it's recommended to use the splint if the patient does not desire surgery or while waiting for it. هلأ بقول في بعض الحالات السيرجري بتكون is a better option، فبالتالي ممكن المريض يلبس الجبيرة استعداد بين ما يجي موعد العملية، أو حتى المريض اللي هو ما بده سيرجري ممكن خفف الأعراض كتير باستخدام هاي الجبيرة. Some people do not immobilize after surgery because of stiffness, so they start with 1 week then hours only. لاحظوا كيف؟ إذن إحنا منخاف دائما من الستيفنس اللي بتحصل من الإمموبيلايزيشن، فأفضل شيء إنه المريض هو يستخدم هاي الجبيرة، تمام، لفترات محدودة معينة، يعمل التمارين بشكل دوري لحتى نبعد عنه الاستفنس. طبعاً كلكم تعرفوا الراديال نيرف إنجري، وهاي واحدة من الأوبشنز الخيارات المطروحة قدام مريض اللي بصير عنده راديال نيرف إنجري. تمام، الإصابة بالراديال نيرف ممكن تحصل من فراكتشر إن ذا هيومرال شافت، ممكن فراكتشر أو ديسلوكيشن بالإلبو، أو كومبريشن أون نيرفز. يعني كومبريشن حصل على الراديال نيرف ممكن يعمل لي ريست دروب. فاللي بصير عندي هون يا جماعة كلاسيك بيكتشر أوف ذا راديال نيرف إنجري إز ذا ريست دروب بوزيشن وير ذا ريست أند إم سي بيز ذي كانت إكستند أكتيفلي. سو اللي أنا عم بعمله فعليا عم بعدل وضع الريست في إكستنشن لحتى أسمح لحركات الفليكشن إنها تحصل، وبالتالي بتصير ايد المريض فانكشنال. تمام، فقديش بدي اكستنشن بيعتمد على المريض، بيعتمد على الثيرابيست، على كثير من العوامل، لكن هي اهم شيء انه يصير المريض فانكشنال اكثر. commonly 30 degrees of extension is considered a position of function as it facilitate grasp and prehension. اذا حطوا في بالكم السي تي اس نيوترال، مرات في بعض الحالات 15 degrees، 10 to 15 لا تذكر. الراديال نيرف انجري بحطها ب 30 degrees extension الريست، وهي هي اكثر شيء بيكون فانكشنال. الان نيجي للمرض الثالث اللي انا بحط له الجبيره هاي، اللي هو تندينايتس او تينوسينوفايتس، اللي هو بصير فعليا التهاب حول الشيث، حول التندونز اللي هي موجوده في الريست، اللي هي التندونز العضلات اللي بتمرق من الريست. فشو هاي الجبيرة هدفها؟ هدفها يا جماعة أنها توفر راحة خلال الفليرابس، and it's worn continuously followed by a gradual weaning. يعني بتضل نلبسها بين ما الألم يروح، الانفلاميشن يخف. تمام، مرات بيكون لما الجبيرة تكون للفليكسر كاربيرادياليس تينوسينوفايتس، يعني بالذات لهاي العضلة، it's recommended that the splint is in neutral position to rest the tendon. لكن بالعادة الريست اكستنسر تندينايتس ممكن نعملها سبينتينج ب 20 to 30 degrees of wrist extension, and this is the best position to provide balance between flexor and extensors. إذا نلخص، تندينايتس تينوسينوفايتس في حالة عضلة معينة اسمها flexor carporadialis تينوسينوفايتس بعملها نيوترال، في كل الأنواع التانية اللي هي الاكستنسر تندينايتس بحطها 20 to 30 degrees of wrist extension. إذا زي ما انتوا عارفين التندنايتس حسب التندون، يا اما بالفليكسر يا اما بالاكستنسرز. رابع نوع اللي هو روماتويد اثرايتس، بحط الجبيره بالفانكشنال بوزيشن. شو يعني 20 to 30 degrees extension؟ وهذا طبعا بده يكون مرات تشالنجينج. ليش؟ لانه the joint, because joint tend to move and laxity occur vulnerably and alertly. زي ما حتو عارفين الماتيريال هون لازم تكون أخف ثيكنس لحتى تمنع اللي هو الضغط اللي اوريدي حاصل على الجوينتس، اللي الجوينتس بتكون اوريدي فيها يعني صعوبة، بتكون فيها التهاب،
لازم المادة تكون فيها هاي دريبابيليتي عشان ما أضلني أضغط على الجبيرة وأعملها يعني مولدينج ويأثر على المريض يتوجع. أوكي نيجي للفراكتشرز الآن اللي ممكن تحصل بالريست أريا بالكاربل أريا. هدف الجبيرة هون to regain functional wrist extension. بس يا جماعة شوفوا قدي صلي أنا يعني بغطي هذا جزء من المادة. فعليا الفراكشر هو أفضل شيء له اللي هو الimmobilization using cast. ففي حال الفراكشر كان stable ممكن أحط له الجبيرة هاي اللي هي من المواد اللي أنا بصنعها. فزي ما حكينا هون الجبيرة هاي slight extension تمام it provide protection and low load stress وممكن أعملها serial static. ليش؟ لحتى أزيد the passive range of motion. ف the patient should wean away from the splint as soon as possible to regain function. دائما دائما بحالة الفراكشر بدي أشيل الجبيرة. أوكي هلا هي حلوة بعد ما أشيل الكاست مثلا في فترات بدي أثبت فيها فترة انتقالية ما بين الكاست والفريدم زي ما نحكيها. في فترة هون يفضل إنه المريض أوكي يثبت فترات معينة وبعدين يشيلها لحتى يعمل إكسرسايز وأكيد نمنع إنه يصير في ستيفنس. الآن السبرينز اللي بتحصل زي ما حكينا هون بيصير في تير تقريبا تير during some kind of movement. هاي الموفمنت بتسبب لي زي تشققات او نحكي بالعرب بالانجلش سبرينز. they are grade 1 و 2. اوكي لاحظوا انه grade 1 سبرين بلبس الجبيره المريض لمده 3 اسابيع بينما grade 2 بلبسها لمده 6 اسابيع. فسبلنت هيلب ذا هاند ديورينج ذا اكيوت هيلينج فيز اند ريموف ستريس فروم ذا هيلينج ليجمنت. لاحظوا يعني انا بس بدي بالسبرينز اللي هو الليجمنت هاي يا جماعه يصير فيها هيلينج وبس اني اخفف من حده هالسبرين ويصير في عنده المريض هيلينج. كلكم تعرفوا CRPS اوكي هو عباره عن بين سيندروم وهذا البين يعني extreme pain, diffuse edema, stiffness, trophic skin changes و discoloration حاصل بالسكن. فالجبيرة هون الريست immobilization spin هدفها انها to relieve pain, انها تخفف من muscle spasm و to regain functional wrist position. ممكن اعملها بشكل serial في حال استدعت الحالة. تمام؟ الان طبعا انتو بتعرفوا اكيد الفابريكيشن مرق عليكم. اوكي؟ في بالشابتر هذا الاشي اللي انا I want to highlight اللي هو صفحة 123. الكل يفتح على هاي الصفحة راح تشوفوا يا جماعة بهذا التابل الكونديشنز هاي اللي شرحتها بالتفصيل شو الويرنج سكيدجول وشو التايب اوف اورثوسيس اللي هو المفضل. زي ما انتم شايفين بلشين بالسي تي اس. طبعا في اشياء منها ذكرتها في المحاضرة في اشياء زيادة فأرجوكم بعد المحاضرة نرجع لهذا التابل نقرأه بشكل تفصيلي. لاحظوا إذا CTS في حالة conservative treatment, CTS في حالة surgery, في عندكم radial nerve palsy هاي النيرف compression, في عندي بعدين التندينيتس والتينوسينوفيتس الديجريز والwearing schedule. هذا كله للحفظ يا جماعة ما حدا يستهين بهذا التابل مهم جدا أنكم ترجعوا له تدرسوه. لاحظوا في عندي روماتويد أثرايتس الريست سبرينز وفي عندي كمان الأذرز الموجود فيها السي آر بي أس كله ذكر بالمحاضرة لكن بدنا ترجع وتقرأوا من الكتاب. ويعطيكم ألف عافية إن شاء الله بشوفكم كمان شوي باللاب. طبعا هلأ بدي أنهي أنا إن شاء الله هذا الفيديو رح يضل عندكم على الجروب. كمان رح أعمله بوست على الإي ليرنينج في حال جماعة اللي مش على الجروب بحب يشوفه إن شاء الله إني رح أنزله. في سؤال رح ينزل اليوم يا جماعة على مادة هاي المحاضرة فأرجوكم تروحوا على الإي ليرنينج وتجاوبوه خلال 4 أيام يمكن 4 أو 5 أيام رح أعطيكم ليميت لهاي الأسايمنت. فكلكم روحوا على الإي ليرنينج وجاوبوا السؤال ضروري. ويعطيكم ألف عافية إن شاء الله بشوفكم كمان شوي في اللاب رح أعطيكم لاب جبيرة جديدة وشكرا لكم.